اوكي تمام. انا كده خلاص خلصت التسطيب بتاع البرنامج بتاعي، فتحته ظبطت الفولدر، مين فولدر اللي انا عندي على في البي دي اف او مجموعه الفولدرز كلها. خلاص حسب الحاجه اللي عندك، حسب العدد اللي عندك كله هيبقى ايه، تقدر تجمعه مع بعض. هاجي على قائمه فايل امبورت، بيديني تو اوبشن. خلاص انا ممكن ادخل ملفاتي كلها واحد واحد، لو انا الدنيا عندي كلها فولدر واحد ما اعرفش عنه حاجه، لكن لو انا مقسم حاجتي فولدر سب فولدر، كل فولدر خاص بحاجه معينه، خليني اختار ايه كلمه فولدر. مش حاجه هاجي على فولدر، هختار المكان اللي انا ايه اللي انا فيه. انا كنت على الدي اوسر، انا عندي ايه الفولدر كنت مسميه 4-0. اوكي هقول له اوكي. طيب دخلت خلاص، هو خد التراك بتاعه. اوكي عندي هنا حاجه كويسه قوي. اول حاجه بيقول لي انكلود فايل ان سب ايه ان سب فولدرز، دخل الفولدرز اللي موجوده سب فولدر الحاجات دي كلها هكتبها هنشطها. خلاص عشان يجيب لي الفولدر الرئيسي واللي جواه. الحاجه الثانيه create a group set for this import، بمعنى ايه؟ ان هو هيجي هنا هو كده وهيعمل لي جروب خلاص اسمها على اسم الفولدر، عشان ما اسميش تاني الوجع نفسه، هبقى عارف اكني اخدت نسخه وحطيتها في حته في الاند نوت هكتبها. طيب انا عندي هنا في اوبشنز موجوده كتير، شوف بقى حضرتك كده لما اخترت ده بيختارش الا بيدي ايه؟ البي دي اف بس. لو انا واخد فايل لوحده ممكن اعمل فيه اي حاجه، لكن انا عشان في الاول هختار ايه؟ فولدر عشان اجمع نفس الشغل كله مع بعضه. خلاص اوكي هنشطهم. ليه؟ لان انا عندي فولدر رئيسي وكان جواه تو سب فولدرز اصلا. كلنا حضرت عليكم كده فولدر رئيسي بسميه ايا كان اسمه عند حضرتك. خلاص ومقسمه لايه؟ سب فولدر. هنشطه ونشط الايه؟ الاوبشن الثاني الخاص بكرييت جروب. ليه كرييت جروب؟ لو انا الفولدر اللي عندي مسميه اسم هيطلع لي بنفس الاسم في الايه؟ في الحته على طول مباشره هيطلع لي ايه حاجه. انا في الاوائل مش حابب حضرتك تختار حاجات وتفتح وتعمل، خليني اخد ستيب باي ستيب الخفيف عشان الامور تمشي ان شاء الله كويس. خلاص هعمل له امبورت نشوف هيحصل ايه كده. حسب الابحاث اللي عندك هياخد وقت. لو انا واخد مجموعه كبيره من الابحاث ممكن ياخد معاك، مثلا لو انت عندك 2000 و3000 ملف اعمله بالليل وسيبه تفتح الصبح هتلاقيه دخله كله. هو عمل ايه دلوقتي حاليا؟ بص حضرتك بقى ايه اللي حصل؟ اوكي. خلاص ايه اللي حصل عندي؟ انا عندي ايه دلوقتي حاليا؟ عندي 5 اول ريفرنس ده الاساس بتاعي. ده اللي انا بضيف واشيل، بضيف منه واشيل منه. كل الحاجات دي كلها جوه. جوه مين؟ جوه كده العب فيها براحتي كل الحاجات دي. تعال نشوف الاول هو عمل ايه؟ عمل لي جروب سماه ايه؟ 4-0. تحت الجروب دي سماه ايه؟ وقسمهم لي الاولاني لو انا عندي فولدر بتاع البحث الفلاني اقوم داس على الايه؟ على الفولدر ده هيجيب لي البحثين اللي كنت حاططهم اصلا اهو وسميتهم ايه؟ عشان الشاشه بس الدنيا شويه. طيب هو ايه اللي حصل هنا بقى؟ خلاص هو جاب لي ملف وجاب لي اتاتشمنت فايل. كويس؟ اوكي. وقسم الثلاثه خلاص وسميهم. انا ممكن اعمل رينيم واسمي طبعا خلاص، ممكن اعمل ماي جروبس واعمل عليه كرييت وانا هبدا حاجه جديده اصلا. خلاص ما علينا، خلينا ناخد خطوه خطوه. انا عندي الخمسه دول، لو انا جيت هنا ودي وعملت الاثنين دول ديليت تعالوا ديليت، لكن ما زال عندي عدد كام؟ خمسه. خلاص؟ هو من تحت خلاص، لكن فين حته فوق؟ هو
ده اللي انا احل بالي منه كويس قوي. على سبيل المثال مثلا هعمل هجيبهم تاني من الخمسه اهو اوكي، هذا الخمسه ريفرنس هاخدهم واحطهم هنا. بقى عندي هنا ايه؟ 5 و 3 كام؟ 8. لكن عندي 5 و 3 5. ايه اللي حصل؟ ان انا عندي البحث ده هو ينفع في المجموعه دي وينفع في المجموعه دي وينفع في المجموعه دي والمجموعه دي والمجموعه دي والمجموعه دي، فانا واخد منه نسخ كتير جدا عشان يسهل عليا الامور، ما ارجعش ان انا ايه ادور. خلاص؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه انا ممكن باجي هو كده واقوم عامل كليك يمين واقول له كرييت ايه؟ جروب. خلاص هسمي الجروب الثانيه 1111 وهاخد فيها ايه؟ هاخد نسخه من الابحاث احطها فيه عشان انا محتاجها في الحته دي. هبدا اقسم مكتبتي بكل الطرق، كل الطرق تؤدي الى روما. انا عندي مكتبتي الرئيسيه خلاص، المره دي محتاجه حته في البحث ده ومحتاجه هنا ومحتاجه هنا ومحتاجه هنا. البحث ده شغال بطنه وصدر وجراحه وشغال، احطه في كل المجموعات اللي انا شغال ايه؟ دي نقطه مهمه جدا، لان انا ظبطت الحاجات دي كلها هقدر ان انا ايه؟ اظبطها. طيب يا دكتور يعني اطلع كده زي 0 0 0؟ طبعا اعمل مجموعات، اسيب دي كده انت عندي مجموعه 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 مجموعه، بس خلي بالك ان ده بيجي لوحده كده يعني الدنيا بتتفرق معايا شويه شويه. خلاص؟ اوكي. انا عندي هنا حاجه بقى محتاج عينيا، يعني دايما بقولها لما اجي اشتغل في حاجه، ان عينيك لازم تعمل عمليه مسح للحاجه اللي قدامك. انت شايف ايه قدامك كده؟ خليني ابص كده الاول ايه الريفرنس؟ قول ريفرنس اللي عندي، بعدها على طول في حاجه امبورتد ريفرنس لسه داخلين حالا. يعني انت مثلا انت عندك هو هنا 2000 والنهارده دخلت 5، ده 5 في حته لوحدهم لحد ما تقفل الجهاز البرنامج وتطلعه تاني هيخرب. يعني هو بيقول لك انت اكتب حاجه النهارده شغال حته دي، دول لسه داخلين دلوقتي حاليا، دول شغال معاهم. طيب ايه اللي بعد كده؟ ريسنتلي ادد لسه برضه داخلين حديثا، هتلاقي يعني انت النهارده شغلت النهار دخلت شويه، ده كله امبورت النهارده وفي 3 4 احدث منهم. هو بيساعدك انك تعمل حاجه. الحته النص دي الكونفيجر سنكرونايزيشن دي ده ده ايه؟ واخده زيرو دلوقتي حاليا. دي بتتملى امتى؟ لما بفتح ملف وورد واشتغل جواه. اول ما اشتغل وورد يقوم دي متسميه باسم ملف وورد بتاعي، لو انا شغال في البحث واي خلاص؟ وعندي 50 ريفرنس مدخلهم بنظام الاند نوت هتلاقيهم جايين اهو لوحدهم. خلاص؟ بمعنى ان انا شغال وعاوز انتشر باكثر من بحث اقدر اجيب اكثر مره. كل الحاجات دي كلها عمليه انسورتنج بيديني فرصه ان انا ايه؟ اشتغل وارتب نفسي كويس قوي. ماشي؟ مش هنكتر عشان ما ناخدش كتير. بعد كده عندي حاجه اسمها انفايلد. يعني ايه انفايلد؟ لو انا عندي هنا مجموعه ريفرنس اهي، خلينا نعمل امبورت الحاجه لوحدها فايل شوز من الداونلود على سبيل المثال عشان عاوز يدخل بقى بشكل كويس. اوكي نشوف اي حاجه بس الموديفايد. اوكي بص هنا حضرتك بقى لو دخلت واحد لوحده بيقول لي بقى شويه حاجات كده كتير بقى، هبدا ان انا اشتغل عليها ولا لا؟ اهرب من الحاجات دي كلها مش هتعرف بيها عشان مش هنعرف نتعامل معاها. خلاص؟ لكن هو هنا مديني حاجه اسمها ديسكارد دوبليكيت. يعني ايه ديسكارد دوبليكيت؟ يعني البحث ده لو موجود عندي ما تدخلوش. لا هو بيجيبها على اوتوماتيك. هو جاب لي قال لي ان هو بي دي اف. خلاص؟ وقال لي حاجه ديسكارد دوبليكيت ما تدخلش الدوبليكيت. خلاص؟ يعني انت لو البحث ده موجود عندي ما تدخلوش. اوكي. هقول له ايه؟ امبورت. اوه دخل بشكل مختلف خالص. الست ده شوف هنا حصل دلوقتي امبورت ريفرنس اهو حاجه اهو ماشي. ريسنتلي ادد كام؟ 6. خلاص؟ انفايلد بقت كام؟ ليه بقى الانفايلد بقى 1؟ لان هو ما دخلش جوه مجموعات. هو بيعرفك مثلا انت عندك كام واحد متقسمين اهو. الانفايلد بقى 1 لان هو الواحد. خلاص؟ لكن دلوقتي حاليا في اختلاف ما بين الايه؟ ما بين المجموعه اللي دخل. ده دخل هنا هنلاحظ حاجه دلوقتي. ده دخل ايه؟ مكتوب باسمه عزاز محمد عزازي 2018 عنوان التايتل بتاعه موجود. خلاص؟ وفوق كمان اهوت موجود عند الجورنال وموجود عند اليو ار ال بتاعه وموجود عند الديت بتاع النهارده. لو دوست عليه هيظهر لي كده. اهو متقسم عندي عزازي 18 عنوان الجورنال الفوليوم الايشيو البيج نمبر. لو نزلت تحت ربما يكون في ابستراكت كمان ولا حاجه. لو هو عشان انا متواصل بالانترنت دلوقتي حاليا اهو
خلاص عندي الابستراكت وعندي الكي وورد موجوده وعندي الدي او اي بتاعه موجود وعندي نسخه البي دي اف شايفينها والرابط بتاعه موجود كل حاجه دخلت لان الناس داخل النهارده اصلا محمل النهارده حديث الحاجات الحديثه البرنامج بيقراها طالما الملف اللي عندي عليه حاجه اسمها دي او اي الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير خلاص بيقوم هو قاريه ومحول الحاجه دي كده وده اللي هيحصل مع حضرتك في كل الابحاث الحديثه اللي انت منزلها 13 14 15 16 18 الحاجات اللي حضرتك قلتها حاجات قديمه على فكره يعني لو دوسنا عليها كده حاجات قديمه اصلا مش حديثه يعني منشوره من سنين حتى مش اشكال ده عباره عن صفحه واحده بس خلاص مش فول بيبر يعني بشكل حديث او متاخده حاجه مفيش دي او اي فالدنيا عندك كده هتلاقي نفسك اوريدي خلاص الايه البحث دخل بالشكل ده حضرتك ممكن تشوف البحث بالشكل ده او تدوس على بريفيو هيظهر لك هو مكتوب ازاي خلاص طيب لا 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 طب في حاجه ثانيه بقى ده احنا كده خلاص خلينا ناخد دلوقتي ادخل الايه هو ده ما اصل انا عندي بقى جوب دلوقتي حاليا خلاص الجوب بتاعتي بتقول ايه بتقول ان كل المراجع بتاعتي لازم تكون مكتوبه بالستايل ده بتاع عزازي ده عندي اوثر وعندي جير وعندي تايتل لازم يكون كده ما هو دلوقتي لو اشتغل عندي هيدخله عندي ازاي في الريفرنس يدخل لي اوثر وجير وتايتل وجورنال وفوليوم وايشيو ونمبر صح فلازم يكون كل المكتبه بتاعتي زي المكتبه دي كده خلاص يعني انا عندي الاربع ثلاث بتوعي دلوقتي حاليا عامل نفسي كده جوب يومي او فتح الجهاز الكمبيوتر اشتغل اندرويد لازم اظبط لي 10 مراجع دي وظيفه يوميه بحيث ان انا ايه خلاص بقى لي حوالي 150 واحد كل يوم كل ما اعمل حاجه كل يوم بشغل عشان حتى شغلي يبقى جاهز تحت ايديا خلاص ان الحاجات المهمه وانا شغال البرنامج ذات نفسه ما بيقفش تحديث باستمرار انت بتحدث وتظبط فيه خلاص على سبيل المثال مثلا انا في البحث ده عايز اغير فيه حاجه اوكي عاوز مثلا اخليه دايما هو مش محمد اف عزازي عاوز اخليه عزازي بس محمد كده ماشي الحال انا عايز احط ايشيو غلط او هو اول حاجه ممكن ان انا ايه ان انا اعدل اي حاجه هنا في الريفرنس المتبقي وانس ان انا طلعت منه شوف هو محمد اف عزازي هسيبه هيتغير على طول ايوه انا هنا ممكن اعدل كل حاجه يعني انا هعمل كده يعني على سبيل المثال مثلا البحث ده موجود عندي اهو انا هعمله كده ما احنا هتقابلنا بقى الحته بتاعت الايديتنج عشان احنا قلنا ايه هنصبر على بعض شويه انا عندي ده حتى طلع بالعربي اوكي خلينا نشوف حاجه ده انجلش كده اوكي ماشي انا ده مش كامل عندي هقوم واخد منه نسخه كده كنترول سي وحاططها في التايتل خلاص وكاتب اسم الاوثر خلاص ماشي الحال وكاتب الايه 2014 خلاص اوكي انا هعمل كده اصلا في شغل انا لازم اعمل كده لازم اخلي كل الرقم بتاعتي بالشكل ده خلاص تقريبا عدد كبير من الابحاث اللي عند حضرتك هيبقى هيتعمل بشكل زي عزازي ده اوتوماتيك اصلا وعدد قليل مش هتعمل خلاص ما تقلقيش يعني اللي ما يتعملش انا هعمله بايه حسب الحاجه ليه بقى يعني ما هوش مش لاقي الجوب بقى النهارده قاعد رابط راسي وقاعد بشتغل على الحته دي لا ده كل يوم والتاني بعمل لي حاجه بعدل فيها بظبط حاجه خلاص احيانا ممكن الريفرنس ينزل مش كامل على الانترنت ولا حاجه بطلع النقطه دي مهمه مهمه ان انا ادخل شغلي اول حاجه بالشكل خلاص وبعد ما ادخله لو عندي حضرتك وقت اقعد بقى ايه نظبط مكتبتك اللي انت عملتها بالحته دي اوثر ويير ولما تكتب هنا خلي بالك ما هنا ما فيش اختصار على سبيل المثال مثلا لو انا بكتب التايتل بكتبه از ات از الاوثر طيب لو انا عندي بحث وفيه اثنين اوثر او ثلاثة اوثر او اربعة اوثر خلاص بعمله ازاي؟ بعمله كده اهو باجي عند ام واقوم قايل ايه؟ انتر وضايف سليمان ماشي الحال؟ اسم الفيرست اوثر اهو كوما ماشي الحال؟ مسافة ايه نقطة هو هيظهر عندي هنا ايه؟ احمر خلاص؟ احمر ليه؟ لان كده مفيش اصلا سليمان في الليست على بعضها لكن لو دوست عليها قبل كده تاني هيظهر معاك طيب هيبقى اول ما تحس هيكملك على طول زي الجوجل من مكتبتي بقى فمحدش شايلها خلاص اوكي انا كده خلاص سبته تمام اهو خلاص عاوز اضيف حد تاني اوكي احمد كوما اكس كل اسم في سطر لوحده بينهم بعض ايه انتر الفيرست نيم او الفاملي نيم اسف بيكون بعد منه ايه كوما لازم يكون بعد منه ايه كده خلاص عملت مكتبتي قعدت شغال
خلاص اتظبط. ده عندي ايه الاوثر اهمت ام عزازي سليمان وخلافه ان هو بيكمل وخلاص الباب البحث بقى يتعدل معاه. ده بالظبط خلاص. يعني مثلا انا لو خدت البحث دهوت اعمل امبورت الفايل واروح على الداونلود واختار الراجل ده واقول له امبورت هنشوف يعمل ايه. ده داخل اخر حاجه قديمه ما عملش ماشي ما كان بي اه عشان ده جاي مع الجيت اصلا فما ظبطش معايا كويس. حاجه بتاع الجيت ما تبقاش ظابطه معايا الحاجه زي كده. لكن لو انا انزل بحث حديث ولا حاجه هقدر ان انا ايه ان انا اخده واشتغل عليه. انا دي طريقه اللي عندي الاول هشتغل عليه. الملفات اللي عندي هشتغل عليه اللي عند حضرتك اللي بقالك سنين بتجمع فيها خلاص هعملها بالشكل ده. عدد كبير منها هيدخل عند حضرتك بالايه؟ بالطريقه دي. وعدد هيكون محتاج ان انا اظبطه. ها؟ ايه الاخبار؟ ماشيين معايا ولا لا؟ لو فاصلين نقف نروح كفايه كده. لو انا بعمل سيرش دلوقتي ايوه لسه عامل حاجه دوت وانا بشتغل اول باول عايز ادخله على طول. خليني اقول لحضرتك هنعمله ازاي؟ ايوه الناس اللي حاضره معانا الاول الدنيا دي سهله؟ حد مش فاهمها؟ فاهمها؟ اوكي نعم ايوه لا 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 في الداتا بيز حضرتك مجبره انك تدخلي كل الاسماء خلاص واللي بتدخليها بيكون اسمه اسم هنا انت فاميلي نيم كوما فيرست نيم او سكند نيم الحروف الاولانيه الانيشيشن بتاعته بحط نقطه. الريفرنس لازم يتكتب كام؟ هو جوه البيبر بيتكتب قتال مش كده؟ لكن في القايمه هل بتختصري؟ مش بتختصري بس خلاص صح ولا لا؟ اوكي ايوه نسال عشان نفهم عشان حد اللي عنده سؤال يسال. اوكي البريف بتاع حضرتك خلاص متاخده على اسم المجله دي الشغل اصلا عندي اسم المجله ده عندي اصلا خلاص. طيب بص حضرتك بقى انا عندي ايه؟ عندي هنا هو كده البريفيو ده عندي حاجه اسمها ستايل ده انا هديله دلوقتي فولدر فيه 6000 ستايل خلاص؟ او انت هتجيب الستايل بتاع مجالات التمريض ال 10 15 مجله ولا 100 مجله اللي عندك خلاص؟ بحطهم هنا. حضرتك شفت البريفيو الاول؟ انا هوريها لك الاول شكلها ايه؟ خلاص خلينا نهرب منها. شايف البريفيو ده؟ لا بلاش نجيب ده. خلينا نجيب ده. شايف البريفيو ده معموله ازاي؟ اوكي تمام. هغير عليك ملاحظه حاجه النقطه والستايل. خلينا نختار اي حاجه. هاخد حاجه من الحاجات بتاعت انترناشونال مثلا. شوف عمل لي ايه. غير عزازي ايتال 2018 عمال الدنيا. هغير الحاجه دي لاي بي اي. شايف شايف عمل ازاي خلاص. هو انا هو ده هو دي هو دي هو ده اللي موجود في الاخر. انا عندي هنا كام ستايل كام مجله. حضرتك من وانت بتكتبي بتختاري المجله اللي انت عاوزاها. اه اوكي كده كده الشغل حلو. انا مبسوط بحضرتك ماشي الحال. معانا فولدر جوه الاند نوت على السي اهو وراجع فين بتاع الاي تي مشي؟ هاتوا يا جماعه هنا عشان هو اللي هيساعد. اوكي انا عندي بص حضرتك كده انا بس هشيل سبعه مش شغاله عندي. اوكي بينزل معايا جوه الفولدر بتاع البرنامج ذات نفسه في فولدر اسمه ايه؟ ستايل اهو. الستايل ده مجموعه المجالات اللي انا بشتغل عليها كشغل يعني ده كلها جوز ده شغلهم خلاص كويس كده. حضرتك بتغير فونت الويندوز ازاي؟ تعرف تغير الويندوز تحط فونت زياده ولا تعرف تحط فونت زياده في خط جديد راح دخلي ده في الويندوز وبعدين حط فين بعد ما الداونلود؟
حطيه في الفولدر بتاع الفولدر في الويندوز. ما بنعرفش من الاول خلاص. حضرتك النهارده انا البرنامج بينزل نسخه معايا معاه 500 ستايل بس خلاص. انا عندي 6000 ماشي الحال. بيحصل ايه؟ حضرتك دخلت على مجله انترناشونال نيرسينج وكده عندهم على موقع المجله الاند نوت ستايل بتاعهم ملف بينزل خلاص. او حضرتك تعملي سيرش على بلا 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 اند نوت ستايل بينزل لك تعمل داونلود. تقوم واخد الداونلود وحطها جوه الفولدر ستايل بس. معلش اوكي ستايل زي ان انا اكتب ستايل مجله نظام مجله هي سمارت بورد ولا ايه؟ سمارت بورد؟ ادخل موقع المجله او على جوجل او اي حاجه خالص ودور على ستايل باسم المجله، المجله اسمها كذا كذا اند نوت ستايل، اكتب كده على جوجل هيديك ملف هتحمل الملف خلاص؟ جرانتولوجي نيوز ستايل اي جوجل بيفهم كل حاجه في اللاتين. حضرتك بس لو رمشت كده هيفهم حضرتك قصدك كده. ها ماشي الحال؟ اوكي طيب هحمل داونلود هروح على البروجرام اكتب بقى بروجرام فايل بروجرام فايل شرطه اند نوت اكس 7 اختار خلاص شرطه فولدر ستايل كويس واقوم رامي فيه الملف ده وسحه وحط جواه رامي جوه رامي جوه الملف جوه الايه؟ جوه الستايل ده هتلاقيه يظهر عندك في الايه؟ في الليست. وده كويس ليه؟ لان انا مش محتاج ان حضرتك يكون عندك 6000 عشان ما يلوخوش منك. خلي المجموعه بتاعتك بس نزل ال 500 اللي معايا دلوقتي حاليا اللي هتاخدهم مني وتعالى انا اهوت وشيل افتحهم وشيل اي حاجه مش بتاعتك او مش بتاعتك ما بتتعاملش معاها في التجاره والحقوق والعلوم والطب الحاجه اللي انت مش بتاعت عمرك او انت مش واقع لما تعملهاش. المهم انك عادي ممكن تخليها هي ما بتاخدش حاجه اصلا كميجا بايت خلاص لكن هي بتعمل ايه؟ موجوده عندك في الليسته هتصعب عليك الامور شويه وانت بتدور فانت تنظف اول باول. على سبيل المثال مثلا انا عندي 56 ايتم بس المجالات اللي متوقع ان انا المتوقع ان انا بشتغل فيها والمتوقع ان انا اشتغل فيها هو المستحيل انشر حاجه في 86 مجال او 56 مجال خلاص. يبقى انا كده ايه؟ رواد الدنيا. طيب في نقطه مهمه محتاجين نعرفها. انا عندي على الجهاز بتاعي في فولدر موجود كان ابحاث صح كده؟ فكلمنا وقلنا نزلناها الاند نوت عمل حاجه عمل ايه؟ عمل لي نسخه بديله اصلا. الاند نوت ما عادش ليه دعوه خالص بالفولدر بتاعي ده هو عمل فولدر تاني وفيه ابحاث. تعال نشوف ايه اللي حصل كده. احنا كنا مسميين النهارده الملف بتاع اسمه ايه؟ لا الاسم ايه ده اهو؟ اسم نيرسينج 414. تعال نشوف على الديسك توب كده. انا عندي على الديسك توب في الديسك توب تحتي هتلاقي ان هو كده في فولدر اهوت اسمه ايه شايفينه؟ نفتحه كده اوكي بقى في ايه؟ البي دي افات والار دي بي بقى شغل جوجل اهو. هيعمل ايه هنا جوه البي دي افات عشان ما تقلقش بس لو الملف ضاع منك ولا حاجه تلاقيه ازاي؟ البي دي افات اهي خلاص موجود بقى كل احنا عندنا كان عندنا كام ملف فاكرين؟ 7 اهم. لو فتحت الفولدر ده هتلاقي جواه ايه؟ ملف بي دي اف هو ده شغله هو يعني ما تقلقش. في نسخه بقى نسخه ثانيه من مكتبتك موجوده في المكان اللي انت حطيته عليه واي حاجه بتعملها داونلود هو بيرميها جوه الفولدر ده خلاص. بحيث ان انت ايه؟ بحيث ان انت بعد كده عادي خالص تقدر تعمل. هو عمل ايه كمان على الديسك توب؟ عمل ملف خلاص اهوت اسمه اي ان ال نيرسينج اهو شايفين ده؟ يبقى انا لو خدت الملف ده اهو كويس كده؟ وخدت الفولدر مع بعض واديتهم لحد هو خد كل المكتب. الفولدر اللي احنا شفناه دلوقتي حاليا والملف اللي هو الانفيرس 418 ده الاثنين مع بعض وراح على اي جهاز فيه اند نوت هيشتغل. لا ده كله ده لازم يكون عندي ده خلاص. والملف ده خلاص من غير الحاجات دي مش هنفتح بي دي افات. انت حالي انا مش موجود اصلا. تحب نلعب ولا بلاش نلعب؟ بلاش نلعب خلينا ايه؟ هنشتغل على حاجه. انا عاوز اطمنك بس ان انت عندك نسخه كامله من الفولدرات بقت موجوده في مكان تاني، يعني ممكن تحافظ حاجتك على الدي وعملت دلوقتي الاند نوت على الاي هتلاقي نسخه موجوده احتياطي على الاي، اسيرت اصلا بتاعتك شغال. ها؟ ايه الاخبار؟
لو فصلت نفس النقط تفضلي كمان. على فكره الاسئله هي اللي بتجاوب، انا ممكن حاجات ما ما اه دلوقتي عايزه اكلم الجوري عشان اتعب. اوكي انا مش عايزه اتعب نفسي واعلى ليه ضايف اللي عندي، اعمل كونكت ما بين الانجل والكونكت. انا شغال على اللي عندي حضرتك. اوكي حضرتك بتنسي كل الاجنبي مش عاوزاه خلاص، هتعاوز تبدا على النظافه كده. اوكي تعالى بقى نبدا على النظافه، بس هتاخد وقت. ركزين نجيب الشاي. طب حد عاوز حاجه ساعه؟ اوكي ماشي. لا لا خلينا بس عشان بس الناس فريش عادي خالص. انا عندي دلوقتي حاليا هجمع المكاتب بتاعتي. عندي طريقتين تجميع مكتب، ثلاث طرق اللي احنا قلنا عليها الاولانيه دي خلاص ماشي الحال. الطريقه الثانيه ان حد يساعد حد، يعني احنا اثنين اصحاب او اثنين جروب، او انا عندي استاذ وفي معمل مجموعه معمل مع بعض، او مجموعه مع بعض شغالين، ممكن واحد يعمل حاجه زي كده والاخر نعمل شير مع بعض، نعمل غديده كده مع بعضينا، كل واحد يجيب اللي عنده ونبدل نعمل مكتبه واحده كلنا غديده. ممكن اسلم. الحاجه الثانيه ان انا ابدا على طول مباشره على الايه؟ على الانترنت. خلاص؟ عندي حاجتين. اول حاجه بنعملها محتاجين ان انا اكون عندي جوجل سكول. خلاص؟ طيب عندنا كلنا جيميل طبعا صح؟ ما انا هقول لحضرتك انا هاخد الطريق الاول الاسهل بالنسبه لي. الكومن او يعني ما حدش بيعمل، انتوا بتعملوا باب ميد؟ حد فيكم حد بيستعمل باب ميد؟ طيب احيانا بس ماشي. الباب ميد محتاج حد يكون اشتغل عليه قبل كده، لكن خلينا نشتغل على الحاجه الاسهل او المتاحه لكل الناس دلوقتي حاليا. جوجل سكولر من الحاجات الكويسه قوي علشان موضوع عندي نوت. خلاص؟ اوكي. انا على سبيل المثال هعمل النهارده حاجه على النيرسينج مثلا. نيرسينج كير، اوكي. عامل سيرش على الموضوع او على موضوع حضرتك عاوزين تشتغلوا فيه، عمل ايه الراجل ده؟ عمل ايه؟ جاب لي الابحاث اللي فيها حاجه زي كده. كويس؟ اوكي. في حاجات منها موجود لها بي دي افات وحاجات مالهاش بي دي افات. عاوزين نركز الحته دي كويس قوي. عشان حاجه. الاند نوت بيعمل حاجه اسمها امبورت انتو اند نوت. بس خلي بالك مش هتقدر مع حضرتك اول ما تفتح الجهاز على فكره. مش هتقدر معايا. لازم تعمل خطوه قبل منها. انا يفضل طبعا ان انا ادخل على جوجل سكولر وانا عندي جيميل، صح؟ اعمل ساين ان كده فوق بالجي ايه؟ بالجيميل بتاعي، او اللي هو مفتاح الجهاز اول ما اشتغل هيفتح معايا اوتوماتيك على طول. خلاص؟ اوكي يعني دي نقطه اساسيه. محتاج ان انا اغير حاجه في السيتنج الاول، وكل مره اتاكد لو ما ظهرتش عندي هعملها تاني. عندي هنا في الجوجل سكولر شايفين الثلاث شرط دول؟ هدوس عليهم هيظهر لي حاجة اسمها ايه؟ اوف احنا هنا فين خليني ارجع تاني. اهي ماشي حسب شايفين الترس ده؟ سيتنج. هدوس على سيتنج. اوكي اول ايقونة عندي بيقول لي هو اعمل عايز سيرش على الارتفيلز، اقول له اوكي ماشي. بيقول لي عاوز الريزلت في البيج، هو مديني يا اما 10 يا اما 20. خلاص لو حضرتك بتحب عدد قليل هتختار 10، بتحب عدد كبير هتختار ايه؟ 20. الحاجه الثانيه خلاص لا، لو قال لك الحته دي اوبن اتش سيلكتد ريزلت هيفتح لك ويندو كتير جدا ورا بعضها، خليها في نفس الويندو او زي حضرتك بتحب. يعني الواحد الجميل في الامر ان انا هنا لازم ايه؟ بيقول لي هنا ايه؟ دونت شو اني سيتيشن امبورت لينكس خلاص، او ان انا هعمل هنا. انا احنا كلنا شغالين على مين؟ على الاند نوت. في حاجه اسمها البايب تيكس، وحاجه اسمها الريف مان، وحاجه اسمها الريف وورك. دي كلها برامج شغاله على المانجمنت بتاع الايه؟ المراجل. هقوم مختار مين؟ واقول له ايه؟ ها؟ اعمل ايه؟ سيف. ماشي انطوا يا جماعه عشان احنا وقت اصلا وقت صعب شويه. ميعاد حد بيدي وقت الساعه 12 الناس خلاص فصلت يعني. اوكي. هما اللي عايزين كده. ماشي الحال. اوكي انا كنت بدور على النيرس ايه؟ كير. هعمل سيرش هيظهر معايا الحته بتاعت مين؟ امبورت اند نوت. طيب برضو بقول لحضراتكم تاني، لو حضراتكم محدش اشتغل او ما حضرش معانا او ما سمعش عن موضوع جوجل سكولر، لازم عينيك تقرا الشاشه. لازم عينيك تقرا الايه؟ تقرا ايه اللي موجود قدامك ده؟ انا موجود عندي كلنا عارفين لو دوست هنا الراب. اوكي هدوس على الثلاث صورات دول هيظهر لي السيتنج الترس اهوت فوق. ماشي الحال. هدوس على السيتنج خلاص.
هختار لو انا عاوز اغير عدد الابحاث النتائج عندي على الشاشه خلاص هختارها الاخر منها لازم اقول له ايه show links ايه import citation into واختار مين واختار الاند نوت لما اعمل كده واقول له سيف هيظهر عندي على طول تحت كل ريفرنس الحته الخاصه اسمها ايه import into end note طيب ماشي بقول تاني هو كده عينيا لازم تيجي على الايه على الموضوع ده على الشاشه كلها ايه اللي موجود عندي ايه الحاجات دي كلها هم غيروا شويه حاجات في الفتره الاخيره هنقولها مع بعض اول حاجه عندي النجمه دي شايفين النجمه النجمه دي معناها ايه لو انا عملت كده على النجمه اهو بقت زرقاء مش كده بس شوفنا نقراها مع بعض كده بقول ايه سيف يعني ايه سيف بقى حفظ مين حفظ البحث ده هو في حاجه اسمها ماي لايبراري بمعنى ايه الجوجل لايبراري بتاع الجوجل ستور بتاعي يعني النهارده حضرتك البحث ده حفظناه النهارده اهو شايفين خلاص اوكي محفوظ في ماي لايبراري في اي وقت افتح ماي لايبراري هي ايه خلاص في اي وقت هعمل سيرش على البحث ده هو هلاقي النجمه دي زرقاء طالما انا داخل بالاكونت بتاعي من الاساس يبقى ايه هي اوريدي بتقول لي خلاك ان هي عندك ان انت شفتها قبل كده خلاص اوكي بعد منها على طول في حاجه العلامتين دول دي حاجه اسمها سايت او سايتيشن لو دوست عليها هيديك البحث دوت معمول له سايتيشن باكتر من ستايل الحاجات اللي هم المشاهير الام ال اي الاي بي اي شيكاغو هارفارد فانكوفر خلاص دي مشاهير السايتنج هاخد منه ايه نسخه كده اهو كليك واحط في الوورد عندي لو انا بشتغل على حاجه سريعه مثلا بكتب اي حاجه ومحتاج احط ريفرنس ابستراكت او ريبورت او اي حاجه زي كده خلاص بعد كده بيقول لي سايتد باي اوكي سايتد باي ان البحث دوت الترانسكشوال نيرسينج كونسبت ده مشهور جدا فبالتالي ما شاء الله واخد 2600 سايتيشن بحث كويس اللي بعديها الريليتد ارتكلز الابحاث المرتبطه بنفس القصه دي اللي بيشتغل على الكونسبت ده بيجي لي بعد كده اول فيرجن ده متاح في اكتر من مكان اهم حاجه بيجي لي ايه الاند نوت الاند نوت في الـ في الـ في الجوجل سكولر حلو بيجيبه خلاص بس هو في حاجه محتاج اخلي بالي منها ان هو هنا بيجيب لي 1 باي 1 يعني ادخل كل واحد لوحده ودي مشكله ان انا هيبقى عندي كتير قوي ملفات كل واحد من دول ينزل ملف واضطر ان انا افتحه بالاند نوت ادخله هو يدخل دبل كليك يدخل على طول عنده خلاص الحاجه ما اه ما انا هقول لحضرتك بقى دلوقتي حل كمان الحاجة اللي محتاج ان انا مش كل الريفرنس اللي بتنزل مع الجوجل سكولر بتكون كاملة. يعني احيانا بينزل مثلا من غير جورنال من غير بيج نمبر من غير حاجة الجوجل سكولر بالذات لان هو بيعتمد على جوجل بيلم كل حاجة معاش وعمال تكنس كل في على كل السيرفرات غير لما انا انزل مثلا انا دلوقتي هنعمل اكسبورت من الساينس دايركت مثلا لا المجلة بتنزل لي حاجة فول بورد مفيش فيها اي خطا يعني خلاص طيب حضرتك هنعمل ايه دلوقتي حاليا امبورت انتو انت هيعمل ايه الراجل ده هوب نزل لي ايه ملف اهو ماشي الحال هدوس عليه بقى دبل كليك كده راح فين حته في الاند نوت اهو عندي خلاص ونازل عندي كامل اهو عندي نازل الاوثر والير والتايتل بس على فكره مفيش لا فوليوم ولا في اي حاجه لسه كان فيها المشكله دي ما نزلش عندي ايه؟ ما نزلش عندي كام؟ ربما ده شابتر في الكتاب. اوه طب نخلي بالنا بقى عشان الموضوع ده مهم قوي. كويس؟ اوكي. احنا بنتعامل مع المراجعه بتاعتنا مع ايه؟ مع ارتكل جورنال ارتكل مع رساله مش كده؟ ماستر او دكتوراه مع كتاب مع ايه كمان؟ شابتر في كتاب صح؟ اخد ريفرنس شابتر يعني مثلا الكتاب معمول له اثنين كل شابتر معمول له اوثر او كتاب كله على بعضه بتاع حد معين او بشتغل على جورنال ارتكل او بشتغل على رساله ماستر او دكتوراه او بشتغل على ريبورت او بشتغل على ايه بص حضراتكم كده احنا عندنا هنا الريفرنس وعندنا هنا البريفيو مش كده شايفين السهمين دول الصغيرين دول بتوع تول اوبشن تول بار اوبشن دول اوكي ندوس عليهم كده بقول لي الريفرنس تايب هو ايه الريفرنس تايب بتاعك اوه هتختار بقى اي حاجه من دول كتير هم ماشي ده في كمان تحت لو ده رساله هختار تيسز واقول له الايه الحاجه بتاعتي انا عايزها هكتب الرسالة، تعال نشوف الستايل بتاعه كده هيغير الرسالة، هيقول لك هيغير لها على طول الموضوع ده. لا ده الريفرنس بتاعي ده كتاب بوك هيغير لي الحاجات اللي هو كل مرة هيطلب من الببلشر، هيطلب من الفوليوم، هيطلب من حاجة. لو الحاجة دي نازلة من السورس بتاعها هتنزل اوتوماتيك.
لكن السكولر محتاج ان انا ايه تبقى عارف انا بعمل ايه اوبشن خلاص يعني عشان اما اظبطها تدخل عندي في الملف بتاعي بشكل كويس ماشي الحال اه هو لا 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 بص حضرتك كده اوكي اي حد في باله اي حاجه يا جماعه يسال اسئله هتفتح حاجه في الدنيا كلها عادي خالص اوكي حضرتك عاوز ابحث في الاسر من اي تو زد ولا من زد تو ايه من اي تو زد هم من اي تو زد هم طب من زد تو ايه مش حاجه دوس على اهو ال سي اي خلاص حسب الحروف اللي عندك حضرتك عاوزهم بالسنه اوكي القديم تحت طب القديم فوق اه الحديث فوق اوكي عاوز تكتبهم بالتايتل الفابيتيكال بالتايتل اوكي نكتبهم بالتايتل عاوز مين الاي فوق ولا الزد بتاع اوكي لا بلاش ده كده حضرتك عاوز تكتبهم بالجورنال عاوز تجمع مثلا كل ابحاث مشروع في الجورنال تعال نشوف الدنيا ادوس هنا على الجورنال عادي وان كليك هيرتب لي الدنيا كلها في حاجه ثانيه بعد منها اه لو في يو ار ال عندك مثلا ليها رابط اوكي لو انا تايه انا دخلته امتى ممكن اجيب الابديت بتاعي هو كلهم 22 بس هو مرتبهم حسب الدقايق عليك هنا الدنيا سهله خالص في الموضوع ده في ايه اه هنا في الاند نوت هنا لا لكن في البيبر ممكن لا يعني مثلا هنا مثلا طلع تمام وانا مثلا مرتبهم 7 وعايز اخد شرط من التاريخ ده ترتيب الرسالات اللي عندي كترتيب لا يعني ايه مش انا خليني اقول حضرتك هنا وهنا الترتيب الفابيتيكال مش هدخل 1 2 3 4 5 6 7 8 الا اذا انت حضرتك بقى ايه جيت عند كل اسره حطيت 1 2 3 طبعا دي مشكله خلاص اه لكن انا هنا الدنيا برتبها حسب ما انا شايف كده لكن جوه الرساله عادي حضرتك انا بص هنا انا دلوقتي انا دول 8 خلاص احنا قلنا لو انا شغال على السب جروب مفيش مشكله خالص المشكله بتقابلني في حته وانا شغال على الرئيس بص كده انا هلغي دول اتلغوا راحوا فين هيفضلوا في التراش لحد ما انا ايه كليك انبتي هو ده اصلا بيكون ترتيب اللي انا حافظاه اه بترتيب لا لا مش علاقه دي داتا بيز دي داتا بيز انا دلوقتي انا مش هشتغل على رساله النهارده مش هفتح وورد خالص النهارده لا 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 ما عاوزاك تحطهم 7 جوه الرساله مره واحده انا اشتغل ورد خالص انا دلوقتي برتب مكتبه حضرتك خلاص الترتيب فيها بيكون اخرتك حسب الاسر خلاص او ممكن اعمل مجموعات ايه اللي حصل عندي لو انا قلت امبتي كده هيروحوا من عندي انا مش انا بالخطا ارجعهم تاني عايز زي اي حاجه اعملها ريستور اخدهم اسحب كله اشتغل نظام درايف كده ظلل وشد بالماوس واشتغل يبقى انا كده ايه انا كده خلاص مكتبتي كلها كملتها المهمه الرئيسيه ان انا اشتغل حياتي كلها او ان انا اروح عند مين بقى ابدا من الاول خالص زي الدكتوره ما انا عايزه كده انها تبدا على اضافه وتجمع حاجاتها من الاول طيب خلاص اوكي الدكتوره النهارده خلاص جابت البحث اللي احنا حاطينه دلوقتي حاليا ده مش ده اللي احنا جبناه دلوقتي خلاص وظبطته وانا مجمل بياناتي بقول لحضراتكم مش لازم دلوقتي ومش لازم السنه دي وقت ما احتاجه فهمتني انا بجمع برمي ماشي داتا بيز عمال احط فيها بس انا محتاجه لو احتاجه هلاقيه قدامي هظبطه الوقت انا محتاجه بالظبط يعني عايز فين اوكي هنا في اوبشن بس مش هيظهر معايا دلوقتي عشان الدنيا ما بشتغل على الشاشه الامور حاجات بتظهر كده غريبه خلاص بيبقى عندي حاجه هنا سيرش كويس كده ماشي الحل اهي ادور على اي حاجه ودي اهم حاجه في اند نوت هنقولها بس بعد ما اجمع مكتبه كبيره بقى المره الجايه ان انا اعمل سيرش على اوسر خلاص هو اوسر حضرتك اسمه ايه الاوسر ده اسمه ليه دي اسمه ولا مش اسم خلاص يبقى في الليسته هتلاقوا خالص بسرعه لكن انا عايز ادور على حاجه جوه البي دي اف خلاص اه يبقى انا ممكن اعمل سيرش جوه البي دي اف بتاعي يبقى مثلا التسع اه 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 انا لما انا افصل التوصيل مع البروجيكتور بيظهر معايا الشاشه كلها كويس بشكل كويس هتلاقي عندك حضرتك سيرش بوكس كده موجود فوق اكتبي فيه كلمة مثلا اسم دواء اسم لو هو جوه البي دي اف طيب النص دي مهمة؟ اه مهمة ليه بقى؟ لأن أنا محتاج عشان يكون عندي الحاجة فأنا على سبيل المثال مثلا العزازي ده
بص حضرتك، لازم يكون البي دي اف ده عشان اعمل جواه سيرش لازم يكون سيرشبل او ريدبل، بمعنى ان انا اقدر اعمل منه كنترول سي كنترول في، لما اعمل عليه كده يظلل معايا، لو ما عملش كده مش هيعمل سيرش، هيبقى صوره بالنسبه لي. فانا بعمل ايه كمان، انا شغال في شغل كده دلوقتي حاليا، باجي مثلا على ده كمان سيرشبل، اوكي طب تعال نشوف حاجه كده، ده سيرشبل ده عربي ماشي، ده مش سيرشبل اهو، ما بيظلش معايا. انا هنا ممكن اقرا على الحاجه زي كده، لما بسطب البرنامج وعندي على الجهاز بتاعي برنامج بي دي اف خلاص ريدر او ايا كان، بعمل كليك يمين واقول له ايه اوبن بالبي دي اف بتاعي اللي بشتغل عليه، خلاص هيعمل ايه الراجل دلوقتي حاليا، هيفتح لي الملف بتاعي في صفحه ثانيه خالص. لازم اعمل حاجه اسمها الاو سي ار، الجماعه بتوع الدوره موجود ولا هم الاخرين موجود؟ ماشي الحال، نحسبهم على الحته دي. لازم اعمل حاجه مهمه قوي هنا اسمها الاو سي ار. ايه الاو سي ار ده؟ ان انا احول الصوره دي لنص. ازاي دي نص؟ انا عندي مثلا كل برامج الادوب بروفيشنال او برنامج زي اللي معايا ده اسمه البي دي اف اكستشينج، خلاص باجي على الدوكيمنت وبختار او سي ار، تعال نشوف هيعمل ايه كده، هقول له او سي ار. او سي ار هيحول لي الكلام اللي حضرتك شايفينه كصوره ده الى تكست، اقدر ان انا اخلي البرنامج يقراه. بس بتقابلني مشكله بقى في الحاجات اللي هي اللو كواليتي، اللي مش حلوه في الصوره، او الصوره مش حلوه، او بحث قديم وحاجه زي كده. كل ما كان الصوره كويسه كل ما كان البرنامج يقدر ان هو يقرا الموضوع. ما اعرفش ليه، عشان انا في خطوط ولا حاجه، عشان ده ريد شارب مش هياخد وقت، فممكن نجيب. لا خلاص هيعمل لي دلوقتي حاليا، هيخلي الكلام اللي حضرتك شايفاه على الشاشه ده هيخليه بالنسبه لي كلام ريدابل، بمعنى ان البرنامج يقدر يعمل جواه سيرش. فانا يفضل ان كل مكتبتي تكون ايه؟ ريدابل، وده برده مش لازم دلوقتي. خلاص؟ في المستقبل بعدين كل شويه بعمل حاجه. نعم؟ تدفعي كام؟ طب هو ايه؟ اي بي دي اف انجلش. ده برنامج فري. برنامج فري على الانترنت فري اصلا. بينزل تحمليه وبيعمل اي برنامج. هو بص حضرتك كده خلاص. اكستشينج اصلا، بي دي اف اكستشينج اسمه كده. خلاص حضرتك كده ممكن اعمل منه كوبي خلاص كده. ماشي هقول له سيف، خلاص الموضوع كده البرنامج بيشوف. يعني انا عملت على السنكرونيوم ستينكتوم دي سيرش، بعد كده هلاقيها في الحته دي. حاولتها نص ازاي؟ وقعت من حضرتك عادي، اي ملف عند حضرتك ما بتعرفش تاخد منه كوبي. خلاص ومش مقفول بقفل، يعني علامه قفل هنا سكيورد يعني. خلاص هفتحه بالبرنامج ده او برنامج ادوب بروفيشنال او اي برنامج فيه حاجه اسمها او سي ار. طبعا كل برنامج هنا في الدوكمنت في البي دي اف مكان تاني، دور عليها. خلاص اسمها ايه؟ او سي ار. بتيجي لو حد عنده سكانر بيبقى معاه برنامج اسمه او سي ار، بيجي مع السكانر. بيعمل البرنامج ده بيعمل حاجه اسمها تكست ريكوجنيشن، اصلا بيميز التكست بيقلب الحاجه. يعني على سبيل المثال لو انت في اي مكان خلاص وشفت حاجه. كويس كده؟ الدكتوره صباح مثلا بتزور كليه العلوم وشافت لوحه على الجوده عجبتها بالانجلش. ولا اي حاجه خالص. اعملي كده وصوريها بالموبايل وحطها على البرنامج هيقراها لك وده اعملها عندك. عاوز اقول ايه؟ يعني انت ما عادش التكنولوجي بقت بتساعد في حاجات كتير، بمعنى ان انا دلوقتي في اي مكان عادي خالص، انت النهارده رحت مكتبه او في اي حته خالص وفي بحث بكتاب، فتخش بقى الكتاب وتستاذن صاحبه انك هتصوره وحاجه زي كده، لا معاك الناس كلها دول معاها سمارت فون، افتح الكتاب تك 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 بالموبايل، لقطات كويسه ورا بعضها، خد الحاجات دي كلها حولها البي دي اف، دخل بي دي اف على برنامج زي ده، هيحول لك كل المكان ده والتكست يبقى تحت ايديك بلا. مش محتاج انك تحمل. لا يعني هنا بغير حاجه واحده بس، انا هستاذنكم اللي مش فاهم حاجه يسال عشان السؤال بيجيب اجابه. انا عشان شغال فممكن انا عارف انها ممكن. احنا محتاجين ان شاء الله بص حضرتك كده، انا عندي ايه؟ انا بختار حسب لغه البحث، لا اما انجلش لا اما فرنش لا اما حسب اللغه اللي موجوده قدامي. خلاص؟ هم غالبا ما فيش كتير، بس يفضل ان انا اديله حاجه عشان الالماني فيه الاوملاوت وفيه الفرنش فيه الاكسون وحاجات زي كده. خلاص؟ فدي كلها بتبقى حسب الحاجه اللي عندي. فانا بختار الحاجه وبقول انا عاوزها في الهاي كواليتي والدنيا زي الفل. خلاص؟ لو انا عاوز اعمل صفحه واحده يعني حاجات بصي سكيور، لازم افكر على الانترنت باي برنامج بيعمل بيفك الموضوع ده. طيب تاني يا ناس طيبين، الكمبيوتر عينيك احسن معلم ليك. بص بعينيك الاول، اوكي موجود ولا لا؟ انا عاوز اعمل كل البحث، الكرنت بيج،
عاوز سيلكتد بيج، عاوز اخد بيج من صفحه كذا صفحه كذا، يعمل له بسرعه مثلا مستعجل على حاجه معينه، اقدر ان انا ايه اشغل برنامج حسب ما انا ايه عايز. كده خلاص انا بقيت مكتبتي على الاند نوت متجمعه وسيرشبل. هاجي بقى تاني اهوت عشان اجمع المكتبه دي على مين؟ على جوجل سكولر. حضرتك لسه بتبداي اول شغل جديد النهارده. طيب انا يصعب عليا ان حضرتك تقعد تعمل لي واحد 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 واحد، كويس كده؟ طيب نركز في الحته دي عشان دي حته بقى بيسموها ايه؟ مش سمارت ولا حاجه لكن فزلكه. تعالى نفزلك على الكمبيوتر ونشوف. احنا قلنا دلوقتي لما عملت على النجمه الزرقاء عمل ايه؟ عمل دي؟ اوكي تعالى نسيب على اللايبراري بقى كل الحاجات دي. انا عايز ده وعايز ده وعايز ده وكمان ده. لا مش انا عاوز الريفرنس. البي دي اف مش بيحكمني. انا بيحكمني الريفرنس اصلا يبقى عندي في مكتب لان انا هستخدمه محتاجه في الشغل بتاعي. خلاص عاوز تاخد بي دي افات بس حاجه. خلاص خلينا نشوف القصه دي الاول. اوكي بدل ما الدكتور تعمل واحد واحد خلينا ان احنا قلنا دلوقتي احنا عاملين سيت اب على كام؟ على 20 مش كده؟ اوكي تمام خلاص اهو انا عملت دول على سيف. اروح على مين؟ على ماي لايبراري. اوكي اهي كويس. راح الراجل جايبهم لي كلهم هنا هم كل واحد قدامه تشيك بوكس. ووب تشيك بوكس اهو عمل مين؟ كل تشيكن. خلاص هنا في عندي السهم ده هو بيقول لي اكسبورت. انت عاوزهم من مين؟ للاند نوت. اوكي هيديني ملف تحت اهو صح مش كده؟ تعالوا نشوف القصه كده. في ملف تاني اوكي داونلود. اهو نزل عندي ايه؟ ملف سايتيشن واحد. خلاص اهو دبل كليك عليه هيعمل ايه؟ هيفتح مين؟ دخلهم فين حته كلهم؟ 14 ريفرنس دخل كلهم فين حته؟ مره واحده في الاند نوت وداخلين بايه؟ باساميهم وحالهم واحوالهم. دي طريقه ان انا ممكن ادخل الريفرنس خلاص الاول ماشي الحال وممكن ان انا اغامر وادخل بي دي افات. طيب اوكي الدكتوره دلوقتي عملت النظام ده وعندها ايه؟ البحث بتاع جونسون ده عندها منه بي دي اف. خلاص هي عاوزه تعمل انا ممكن اعمل اند نوت من غير بي دي اف على فكره خالص. وممكن اعمل بي دي اف لو انا حابب ان انا يبقى البي دي اف بالنسبه لي هو المرجع لكل حاجه. زي ما احب ممكن اعمل بي دي اف الاند نوت من غير اي بي دي افات. جاست واملاه كله ريفرنس. خلاص او ان انا عاوز اعمل بالبي دي اف حسب ما احب. هتيجي هنا اهوت عندي هنا ايقونه شايفين الايقونه دي معناها ايه؟ الايقونه عارفينها مش كده؟ اوكي اتاتشمنت فايل انا عندي الملف حاطه في الحته الفلانيه. خلاص فينا حته هفتح الفولدر بتاعه ماشي الحال. اوكي اهوت وانا حاطط الريفرنس اجيب حاجه ما اكونش شفناها من شويه حاجه ثانيه. خلاص اوكي اهو اوكي اوبن عملت ايه؟ عملت اتاتشمنت للفايل الاثنين مع بعض. يبقى انا ممكن انزل الريفرنس بتاعتي من الحاجه الاونلاين بالاند نوت زي ما عملت مع جوجل سكولر على سبيل المثال وارجع تاني اعبيها من الحاجه بتاعتي. احد الطريقين دي بتاخد وقت ودي بتاخد وقت. هو ليه يا دكتور انا ما بنزلش ما بينزلش معايا. لا ما بينزلش ده لينكات مختلفه تماما على بعضها. خلاص انا النهارده شغال كده انا بقى هعمل واحد واحد. هفتح جوجل سكولر واشوف مين اللي عنده بي دي اف الاول. خلاص وانزل انزل ده واقوم عامل كليك يمين على ده وعامل سيف اس منزل بي دي اف وفي وقتها اونلاين على طول مع بعض. انزل ده واربط ده بده انزل ده واربط ده بده انزل ده واربط ده بده. لا لسه هتتغير. وصلتم ولا عليكم غدا النهارده ولا ايه؟ طيب لا عشان بس احنا هتاخدوا البرنامج عشان الناس تشتغل عليه لحد ما نتقابل تاني. انا دلوقتي خلاص جوجل سكولر هو الحاجه. طيب انا عاوز دلوقتي اروح على الساينس دايركت صح؟ اوكي تمام وعايز اعمل سيرش على اي حاجه. على مجله معينه على شغلي واقول له ايه؟ كليك. اوكي؟ جاب لي ايه؟ جاب لي مجموعه ابحاث تقريبا حاجه. انا ممكن اقوم عامل كده اهو. ماشي الحل؟ انا عايز كل دول لان انا النقطه دي شغلي اصلا. فبالتالي كل من هو تحت الكير ده هيعمله. بس قبل ما اعمل دي بقوم عامل حاجه مهمه قوي كده تحت.
هنا انا عايز ايه كام بالريزلت؟ 100. اول 100 خلاص هيجيب لي كام ريفرنس دلوقتي؟ 100 ريفرنس بالصفحه. اوكي تشيك كويس اكسبورت. هيسالني انت عاوز لي مين دول؟ مفيش اند نوت بقى هنا على فكره، ده كده في مشكله. هلاقي ايه بعد ما؟ لا لا الاند نوت بيشتغل بالار اي اس، ماشي الحال؟ مش هتلاقي اند نوت قدامك لكن ولا هتلاقي حاجات كتير، لكن هو الاند نوت اصلا بيشتغل بالار اي اس الريس. لو دوست على الريس خلاص هيعمل لي ايه؟ تعال نشوف بقى كده، اعمل لي اهو نزلهم لي مش كده؟ هروح على داونلود دخل لي ايه؟ ال 122 ريفرنس دخل. شوفوا بقى الجميل في في السايس دايركت عامل ايه بقى؟ هتلاقي كومبليت خلاص؟ فانت ايه؟ تعدي، واحد بيروح السوق يجيب حاجه حلوه وبعد شويه يجيب حاجه مش عارف، فانت هتلاقي. فده انا بقول ان هو اللونج ران سوفت وير، يعني انت طول ما انت شغال عليه طول ما تعمل الابديتنج اصلا. النهارده عملت دي، النهارده عملت دي، النهارده عملت، كل يوم بتحدث. انت النهارده شغال في بحث وفي 50 ريفرنس حطهم كويسين وحدثهم عندك على الحاجه، بعدين تحدث في البيبر، حدث عند نوت، عند هنشتغل بقى مع بعض كده ان شاء الله، اربط الاثنين ببعض. خلاص؟ فالاثنين مربوطين ببعض، يبقى انا عندي كل شغلي متواصل مع بعض. يبقى الجوب النهارده هناخد الحاجه على فلاشه، خلاص اللي معهوش فلاشه هيجي ياخد ان شاء الله من عند الزملاء الدكتور صباح الدكتور سمير. لا ما عنديش نهايه لا. انا ما بشتغلش في الاطباق من كتر ما الشغل ركن يعني. خلاص؟ هنسطب زي ما احنا قلنا سيت اب وهنعمل كراك. الراجل بتاع الاي تي طيب محمود وابراهيم ماشي، حضرتك مش معاهم برضه ولا ايه؟ برضه معاك في الاي تي؟ طيب خلاص هيساعدوك الشباب يعني في الكليه. هتنزل برنامج وتشغله، كل الشطاره كلها انك تجمع. ممكن تجمع وانت رايق واعصابك هاديه من على الحاجه. طيب في اشكاليه خلينا نحلها الاول قبل ما حضرتك تمشي، بس لا تقعدوا شويه، خلينا نقول كلام مهم ماشي، الناس مستعجله دايما. اوكي اوبا، بقى عندي ايه دلوقتي حاليا؟ 122. انا دخلت ال 100 الاخيره، دخلتها كمان مره تاني. ادخلها كمان مره؟ ليه؟ انا النهارده فاكر عملت ايه، بكره مش فاكر عملت ايه امبارح، صح؟ وبعد بكره مش فاكر عملت ايه اول امبارح. فانا الريفرنس ما اعرفش حاجه. عندي بقى نقطه مهمه كده على السريع كده محتاج نقولها، ان انا عندي الريفرنس، عندي حاجه اسمها فايند ايه؟ الابليكيت. اوكي انا دول ما فيهمش حاجه، انا اختار الكل كده. اوكي فايند دوبليكيت، هيعمل ايه الراجل ده؟ هيجيب لي الدوبليكيت الريفرنس الموجود عندي، فانا اشيل الايه اهم. تعال نشوف كده، هتلاقي كله معلم لك على كل واحد من دول، ده متكرر 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 متكرر. هتنظف مكتبتك اول ايه؟ اول دوبل. ماشي الحال؟ وانت قاعد كده هتنظف الايه؟ الدنيا بتاعتك الحاجه، ما تخافش يعني. والاول والاخر هي ما بت هنضفه وانا شغال كل شويه عامل دبل كيك هيطلعهم لي، انا بيجيب لي الشاشه هسيب الكامل فيهم لو انا مكمل حاجه. محتاج ان انا من كل وقت التاني اعمل فاين دبل كيك عشان ما يحصلش عندي دبل كيك. يبقى عندنا جوب النهارده، هنتقابل امتى ان شاء الله؟ الاسبوع اللي بعد اللي جاي صح؟ الناس تكون نسيت. بامانه اللي حضر النهارده لازم يحضر المره الجايه، لان لو ما حضرش المره الجايه انا ماليش لازمه اصلا الحضور يعني. القصه دلوقتي انا ممكن افتح لحضراتكم حاجه بعد ما افصل بس التسجيل، ان انا الشغل اصلا ممكن في الوورد وانا شغال الدنيا ماشيه معايا، بغير وبرتب وبعمل كل حاجه بسهوله. اي حد الزملاء الصغيرين المعلمين اللي بيكونوا مساعدين، رسائل وقرف الرسائل وقرف المشرفين ومراجعتهم ورخامتهم ونقطتهم وفصلتهم والكومه بتاعتهم، الحاجات دي كلها انساها. بس الشطاره فين؟ حته الداتا بيز، عملت داتا بيز كويس هتلاقي الدنيا كلها عندك كويس. الداتا بيز دخلها من الـ من الـ من الاونلاين. طيب على سبيل المثال ان انا عندي ريفرنس خلاص موجود او واخد من عنوانه كده اهو، على سبيل المثال حته زي دي كده كوبي دوت. انا رايح، لو انت بقى بتجمع طول الاسبوع لحد ما تقابل المره الجايه، ورايح على جوجل سكولر وقول له سيرش على الحته دي على العنوان ده، هيجيبه لك خلاص. ثم واخده هو يعمل له امبورت ومدخله ومظبط نفسه. كل واحد يشتغل بدماغه، سيبك من الكلام اللي قلته كله. كل واحد فتح الدنيا خلاص، فتحنا الباب، كل واحد بقى ايه؟
يبدا ان هو يدعبس كده فيفتح في القوائم ويشوف الدنيا اخبارها ايه. هنسطر البرنامج يا اما هندخل هنقرر بقى هندخل بي دي افات الاول ولا هندخل ريفرنس وبعدين نكمل على بي دي افات. لو دخلت بي دي افات بعضها هيجي لك كامل وبعضها لا، هتقعد تعدل واحد واحد حسب اللزوم. لو اشتغلت مع الاونلاين ونزلت كده هيبقى عندك بس جوب واحد بس اللي انت عارف ان البحث في حته، هتروح على الايه اتاتشمنت فايل وترميه. ده لو انت حابب تعمل بي دي اف. ما انتش حابب بي دي اف عبي الاند نوت ملايين المراجع مع كل حاجه، والاخر اعمل فايند ابلكيشن خلاص. طيب يبقى انا عندي دلوقتي ممكن اعمل على جوجل سكولر، ممكن لو حد من حضراتكم اشتغل على الباب ميد يعمل على الباب ميد، ممكن اعمل من اي ببلشر بقى من ساينس دايركت من سبرينجر من وايلي من فرانس من اي حد، ادخل عليه واعمل سيرش واعمل سيلكت اول كده واقول له ايه اكسبورت، هيديني ملف. لو في عندي اند نوت هيديك اند نوت او يديك ار اي اس. ما ننساش الحته دي مهمه عشان من ايه ما ننزلش حاجه وما تشتغلش معايا بكده. يبقى احنا تقريبا يعني ايه قلنا البرنامج بيشتغل ازاي. هجمع مكتبتي عشان ان شاء الله المره الجايه افتح بقى في الايه في القوائم دي نشوف احنا بنشتغل في ايه. وغالبا احنا هنشتغل على ثلاث اربع حاجات خلاص، اختارهم هي دي سي دبليو اي دبليو خلاص، مش بتاع المصارعه، لكن هي ايه سايت وايل يو رايت. بمعنى ايه؟ ان انت فاتح ملف الوورد وبتعمل سايتيشن على طول شغال، تقفل ملف الوورد يقفل معاك الموضوع، يبقى البرنامج شغال. وحصل اي تعديل الناس مثلا بتراتب الفابيتيكال بيتراتب الواحد الفابيتيكال. لو احنا شغالين نظام النمبرنج 1 2 3 4 وهو في البحث 1 2، لو انت حطيته في الانتروداكشن 1 خلاص والجمله اللي قبل منه حطيته 1 ثاني، هتلاقي ده يتغير لواحد يتغير لاثنين ويتبادلوا مع بعض تحت خلاص. لو استعملت ريفرنس واحد 100 مره في الرساله هتلاقي في القائمه مره واحده بس. القصه بقى ان احنا نجيب اثنين صحاب بقى نقعد انت في التكست وانت تبص تعلم موجود هنا مش موجود، والاخر تلاقي لك محكم ولا مشرف كده يقول لك طلع لك قطه فطسانه في ريفرنس كام انت مش واخد بالك منه. كل الاخطاء دي كلها والمشاكل اللي كانت قابلنا كلها البرنامج ده صراحه حلها. فكده لو في حد عنده حاجه نقدر ان احنا ايه قبل ما